معكم روحي، أنا وليد بركلة، صاحب إجازة، عندي إجازة من عمل ثمانية، الأستاذية عندي ما تكمل لواء تجارية، هي الأصل إجازة بالإنجليزية Business Information System. تحصلت على الإجازة من المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس، ثم كملت الماجستير، مرحلة الماجستير بالمعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس في نفس الاختصاص إدارة نظم المعلومات. هالمشروع هذا يترك خدمات عالمية، حليناها عام 2011، ولكن شاءت الظروف والأقدار أنه بالأمس يعني على الساعة 5:15 مساء من صباح اليوم معناتها تعرضنا لعملية سطو. العملية هذه تمثل في سرقة 5 حواسيب مكتبية وحاسوب محمول. تجمو تشوفوا معناتها الآثار والمخلفات، يعني تمت سرقة متاع توسكي الوحدة المركزية والشاشة، طبعا لو كانوا المتهمين لو كانوا يقوموا بعملية، يعني هذه بعض العمليات التي نقوم بها حفاظا على سلامة الأسلاك، ولكن يبدو أنه يقف في الوقت أو ما عندهمش استعداد، يعني ما لم يقوموا ب يعني قاموا فقط بأخذ ما هو أخذ الشاشات والوحدات المركزية. طبعا أثار الخلع كما سترون هنا واضحة جدا، يعني هذا ما زلنا بصدد الإصلاح، ما زلنا بصدد الإصلاح، وصدرنا هنا يعني هذا كما كان، هذا يعني هذا الباب كما أصبح لو رأيته منذ قليل لما كان، يعني صارت عملية الخلع من على ليس من الأصل، كان من أحد المعتدين والمرجرين للوحدة يعني أصلحنا هذا القفل الذي صارت له عملية، يعني أصبحت الأسنان غير قابلة للطي، ولكن أصلحناها منذ قليل، استطعنا بالحمد لله بفضله. أنا يعني لم يكن هكذا، يعني كانوا بحالة عجز تامة، يعني هذا الأحفر. طبعا هذا القفل تم إصلاحه من جديد، تم إصلاح هذا القفل من جديد، لم يكن هكذا. والباب نستطيع أن نريكم وريه برا للفردة الأخرى، بما كان في المرأة في المركز الأمن الوطني، ولكنهم أشاروا علينا بالذهاب إلى منطقة سيدي. المحل قد شبك على مركز الشرطة 10 متر. ذهبنا للمنطقة، متصور المنطقة، قمنا بالبلاغ، قام بالوالد المشكور، ثم أحلونا هنا المركز من جديد، مركز كمونة، شرطة مركز كمونة بطلب، وقاموا بالواجب مشكورين، وأتوا به يعني بالشرطة العربية رفعوا البصمات من هنا، البصمات رفعت من الطاولة هنا من أعلى وأسفل في كل الطاولات. أنا استغربت شيئا في الحقيقة،
الفاكس ايضا الفاكس منسوخ الفاكس تم الفاكس والسكانر ولا الطبعة طبعا ولكن استغربت على شيء انه يعني لماذا تعرف على الوصلات مثلا من الجويستيك لان الجويستيك كانت على الارض او لابو اخرى لانه يعني يبقى مشدود